رغم معاناة الفلاحين الكبيرة في إنتاج محاصيلهم الزراعية وتسويقها، تواجههم مشاكل عديدة، كان أبرزها في الآونة الأخيرة انتشار الخنازير في القرى والنواحي التابعة لمحافظة صلاح الدين. حاليا يلاقون الفلاحين مشكلة رئيسية وهي آفة الخنازير، حيث هذه السنة تم القضاء على كل المحاصيل الزراعية بنسبة أكثر من 80% بآفة الخنازير، حيث تنتشر هذه الخنازير بالجهة المقابلة لنهر الرصاصي وتختبئ في القصب والبردي الذي يكثر في هذه المنطقة. اليوم كان هنالك تقرير لدائرة زراعة المعتصم، كانت نسبة الضرر 80%، حيث يطالب الفلاحين بإيجاد حلول لهذه الآفة، ونطالب كذلك مجلس المحافظة والمحافظة بالنظر لهذه القضية، حيث هذه القضية تتكرر سنويا ورفعنا تقارير سنويا ولم نجد لحد الآن علاج لهذه المشكلة. مديرية الزراعة في ناحية المعتصم بيّنت أن نسبة تلف المحاصيل الزراعية قدر ب 80% لمحصول الذرة وبقية المحاصيل الزراعية، وإن انتشار وتكاثر الخنازير بدأ بازدياد، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ اللازم ومكافحة هذا الحيوان. آفة الخنازير يعني آفة منتشرة عندنا واسعة، وأثرت على الفلاحين تقريبا 80% من مساحة الحقول مالتنا تأثرت عليها بسبب الخنازير، وهذه آفة خطيرة يعني منتشرة، وقلة دعم الدولة يعني للمحاصيل، وثانيا هاي الآفة أدت خسائر فادحة يعني للفلاح. الفلاح في ظروف يعني تدري الغاز غالي وصرف عليها، وبذور غالية واسمدة غالية، وخير الموسم يعني الساعة تقريبا 80% من الحاصل ما راح يهدش هدر. آفة الخنازير يعني ذبرتنا، ما عاد يعني نقدر نزرع أي زرع اللي كان نزرعه، لا حنطة لا شعير لا إذرة لا أي زرع اللي نزرعه تأكل الخنازير. طالباتنا بالمكافحة يعني بالكتل الدولة تشوف لنا صورة حال إلهن. ظاهرة جديدة انتشرت في الآونة الأخيرة تفتك بالفلاح العراقي، ألا وهي تواجد الخنازير والقضاء على المحاصيل الزراعية، مع مطالبات لحماية تلك المحاصيل. من محافظة صلاح الدين، محمود الكنعاني، قناة سامراء الفضائية.